يا مزعوم صرت بحياتي شي ملزوم الحمد الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية مع هذه المسيرة وهذه الانطلاقة وشوطنا الثالث في مجموعة الأشواط يتحرك بفئة الأبكار لهجن أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم وهجن أبناء القبائل أيضا تتحرك بشعارات أبناء القبائل. نرحب بهذا الشوط ونحن نمشي في أمتاره الأولى أو ثوانيه الأولى للمتابع ماذا يدور على الصدارة من تحدي ومن أيضا قوة تتواجد على المقدمة. شعار بن خفية على مقدمة الشوط ويقدم لنا الطيارة. نقول طارت الطيارة وحلت الطيارة وعلى المدرج رقم واحد المركز الثاني والثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بضليعة متولي عملية تضليل. أما المركز الرابع فهنا حفلة لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد. النقلة التالية إلى شعار أبو عبد الله حميد بن كعيب الفلاسي بالمركز الخامس والمركز السادس فهنا تأتينا وجود المطار بن محمد بن دحروي العامري بين قوسين 12000 تحت وجود 12000 خط تحت اسم وجود. طيب المركز السابع فهنا الشواهين خليفه بن راشد بن سرداح الاكتبين تاخر قليلا يا خميس بن الصغير بالهلي ونشوف المركز المركز الثامن المجموعة الثانية القادمة. نشوف المجموعة الثانية هذه اللي هي الشاهينية لسعيد بن سهيل بن دليوي والمركز التاسع تليها مباشرة بنت الأسد مطار بن غدي بن سعيد بن غدي الاستبي والمركز العاشر أقول الدوحة سالم بن عبد الله بن علي بن محمد الاستبي. هذه الأسماء شوفوا المجموعة الأولى وأحلاها بشكلات لوحة تراثية جميلة مرسومة في ميدان الهباب بهذه الألوان الجميلة. وبن سرداح بدأ يطلع من المعمعة بدأ يطلع إلى المقدمة. هذه مشاهدينا الكرام اللي هي شواهين وخليفة بن راشد بن سرداح من يقدم لنا شواهين. يا مرحبا كل الغلاء اللي وصلت وجود هذه اللي قلنا لكم تذكرون شو قلت عن كيلو ثلاثة عن كيلو ثلاثة قلت لكم بين قوسين وتحت 12000 خط. هذه الآن وصلت وعلى شعارها خط واحد على شعارها الأحمر خط واحد ولكني أنا ضفت عليها 12000 خط من عندي أنا لأن لها تاريخ جميل ولها ماضي جميل سجلها حافل بالانتصارات والإنجازات. المركز الرابع الثالث اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبيد بن محمد بضبيعة يقدم لنا مياسة بالمركز الثالث والمركز الرابع عندنا الطيارة للسيد علي بن عتيق بن خفية والمركز الخامس فهنا شمعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبيد بن محمد بضبيعة هو من يقدم أيضا شمعة بالمركز الخامس. نشوف المركز السادس المجموعة الثانية الله القطاع الغربي الجنوبي الشمالي الشرقي وصل الآن وصلوا القطاعات المتأخرة وبدت الشاهينية لسعيد بن سهيل بن دريوي وبدت أيضا معاها بالهجوم إثارة محمد بن سالم بن محمد بن ضبيعة وبدينا أيضا مع الدوحة سالم بن عبد الله بن علي بن محمد الاستبي. هذه المجموعة اللي وصلتنا يا مشاهدين يا متابعين يا سلام نتقدم مرة ثانية مع وجود وعندنا اللي وصلت هذه اللي هي الوثبة قادمة الحارب بن سعيد بن سهيل العميمي
شعاره يشبه شعار بن دحروي، شعاره يشبه شعار ابن دحروي، نفس الرمز ونفس اللون، لون الفرح لون الحب. الله الله ناس بالطبيعه قادم ايضا مع اثاره محمد بن سالم بالطبيعه، وعندنا الشاهديه لسعيد بن سهيل بن دليوي. هذه الاسماء المتواجده يا مشاهدين يا متابعين في المجموعه الاولى. يلا يا وجود، يلا يا بن دحروي استعد. مطر بن محمد بن دحروي العامري مع وجود الكيلو المتر الاخير، الكيلو والمتر الاخير يا مشاهدين. ركز يلي بتركز، وشوفوا الان الان بتشعل نار، الان المعركه حاميه الوطيد. هل من مزيد؟ هل من اثاره؟ هل من تحدي؟ نعم بالطبيعه يقدم اثاره ووجود صامده. وعندنا ايضا الشاهينيه لسعيد بن سهيل بن دليوي، وعندنا العميمي مع الوثبه حارب بن سعيد بن سهيل العميمي، وهني يتواجد راعي الدوحه سالم بن عبد الله بن علي بن محمد يستبي. يلا يا وجود، يلا يا وجود استعدي للهجمات. بدينا بالهجوم الاخير، بدينا بالهجوم الاخير. الناموس وين؟ الناموس الى مرغم، الناموس الى بن دحروي. يا سلام يا وجود، وجود بدات ايضا تشتعل وتحرك، ولكن عندها الشاهينيه، عندها الشاهينيه البن دليوي، وعندنا اثاره بالطبيعه، وعندنا الموجود الدوحه سالم بن عبد الله بن محمد. ولكن وجود يا سلام يا مصورنا، ركز على وجود اللي في المركز الاول. تنفرد والموكب تيره، تنفرد والموكب تيره، مع الموكب مع الناموس مع الاثاره تتقدم ايضا الشاهينيه البن دليوي المنافسه الوحيده مع وجود اللي تتابعها في النهايه، تتابعها في النهايه. ولكن وجود على ارضيه الجود مع دهن العود، مع دهن العود. صباح الخير، صباح الخير يا مرغم، صباح الخير يا بن دحروي، صباح الناموس. من لهباب الى مرغم، ومن مرغم الى بن دحروي. نصبح بالناموس على مطر بن محمد بن دحروي العامري، واهني نفسي انا بالترشيح اولا، واهني وجود، واهني بن دحروي. المركز الثاني شاهينيه سعيد بن سهيل بن دليوي، المركز الثالث اثاره سالم بن محمد بطبيعه، المركز الرابع